أهلا بكم إلى نشرة سوريا اليوم وفي عناوينها. أنباء متضاربة عن تقدم قوات النظام على جبهات حمص القديمة، والشبيحة يقصفون بالغازات السامة الأحياء السكنية في حماة. مساع في مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف تعذيب المعتقلين في سوريا إلى الجنائية الدولية، وخشية من عرقلة الخطوة بالفيتو الروسي. الغارديان، دراسة أكاديمية تؤكد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية وسكايب في تجنيد جهاديين إلى سوريا. مساء الخير. تواصل كتائب الأسد قصفها العنيف على أحياء حمص المحاصرة في ظل أخبار متضاربة عن تقدم أحرزه النظام على جبهات حمص القديمة، كما جدد الشبيحة قصف الأحياء السكنية في حماة بالغازات السامة. وعلى الحدود الجنوبية، أعلن الموقع الإلكتروني للجيش الأردني أن طائرات من سلاح الجو الملكي دمرت 3 آليات سورية حاولت اجتياز الحدود الأردنية. في المقابل، نفى النظام أن تكون هذه الآليات تابعة له. الله أكبر. لليوم الثاني على التوالي وبشكل غير مسبوق، تعرضت أحياء حمص القديمة إلى قصف عنيف وسط تضارب المعلومات عن اقتحام كتائب الأسد المدينة المحاصرة. القصف طاول مدن وبلدات تلبيسي والوعر والرستن والحولة بالتزامن مع مواجهات على أكثر من محور. الطيران الحربي كثف غاراته على الريف الدمشقي وقصفت المدفعية الأسدية دوما والزبداني ودارية والمليحة، وسقطت قذائف هون على مدينة جرمانة. القصف العنيف تواصل على أحياء العسالي والقابون والتضامن ومخيم اليرموك في دمشق، وانهالت قذائف هون على أحياء المالك والدويلعة، ودارت مواجهات في جوبر. انخل والنعيمي وطفص ونوى وعدوان وأحياء طريق السد والشيخ مسكين في درعا وريفها تعرضت لاستهداف عشوائي، وسجلت مواجهات على أكثر من جبهة. وعلى وقع القصف العشوائي على الأحياء المحررة في دير الزور، أكد ناشطون أن مسلحي داعش سيطروا على مدينة الصور. قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة طاول مدينة سرمين في ريف إدلب، فيما دك الثوار بمدفع جهنم مقرات الشبيحة والجيش الشعبي في إدلب أيضا. كفرزيتة في حماة كانت على موعد جديد مع قصف بالغازات السامة، وشهدت المدينة حالات اختناق في صفوف المدنيين، فيما تجددت المواجهات على جبهة مورك. الثوار دكوا فرع المخابرات الجوية في حلب، ودارت مواجهات في حي الزهراء ومحيط اللواء 80 بالتزامن مع قصف عشوائي على الأحياء المحررة. بعدما استأنفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعمالها في سوريا، أنجزت قطع بحرية عدة المهمة 14 في مرافقة شحنات ترسانة النظام المنقولة بسفينة دنماركية أبحرت من ميناء اللاذقية إلى خارج المياه الإقليمية السورية، في ظل حراسة فريق عمل بحري مشترك من كل من الصين وروسيا والدنمارك والنرويج. تسعى بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف تعذيب المعتقلين في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن يخشى من عرقلة هذه الخطوة عبر الفيتو الروسي. سيزار هو عنوان التقرير الذي وزعته فرنسا على أعضاء مجلس الأمن الدولي، والذي يوثق بالصور تعذيب المعتقلين في سجون نظام الأسد، تمهيدا لطرح مشروع قرار بتحويل ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية. 55,000 صورة أكد خبراء دوليون أنها غير مزورة تظهر جثث معتقلين سوريين تم تعذيبهم وتشويههم وتجويعهم في 3 مراكز اعتقال خلال السنوات 3 الماضية. وبعد انتهاء الاجتماع المغلق في نيويورك، عقد مؤتمر صحفي للخبراء الذين أعدوا التقرير، وبينهم السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرو، الذي أكد أن نقل هذه الصور لمجلس الأمن ليس استعراضا سياسيا، بل يهدف إلى لمس ضمير الإنسانية، مشيرا إلى أن التاريخ البشري قليلا ما أظهر فظائع بهذا المستوى. أما مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة مارك لايل جرانت، فذكر أن الصور توثق لعملية تعذيب وقتل ممنهجة، مشددا على ضرورة نقل الملف إلى الجنائية الدولية، وهي الخطوة التي تتطلب موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية من دون استخدام أي منها لحق الفيتو.
بحثت مجموعة من المعارضة السورية في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا السبل الكفيلة بإثارة خطر البراميل المتفجرة أو بآثار خطر البراميل المتفجرة التي تلقيها مروحيات النظام على الأحياء السكنية وسط صمت المجتمع الدولي. الاستخدام المفرط للبراميل المتفجرة من قوات الأسد وما تحصده من أرواح في صفوف المدنيين بالإضافة إلى الضرر الكبير الذي تلحقه بالمنشآت أمور دفعت بمجموعة من المعارضة السورية إلى عقد اجتماع لتسليط الضوء على خطورة هذا السلاح في ظل الصمت الفاضح للمجتمع الدولي. الصمت والتجاهل الدوليان اللذان تحولا إلى شكل بغيض من أشكال التواطؤ مع نظام الأسد. من أحد الفنادق بمدينة غازي عنتاب جنوب تركيا أكد رائد الفضاء والطيار السوري المنشق محمد أحمد فارس في كلمته أن الأفراد الذين يتولون إلقاء البراميل المتفجرة على مختلف المدن السورية بأمر من النظام أناس غير مدربين بالمرة ويتعاطون المواد المخدرة كما أنهم يلقونها من دون تحديد هدف معين. البراميل المتفجرة هو عبارة عن سلاح غبي سميناه هو سلاح الغبي، سلاح غير موجه، سلاح يلقى بشكل عبثي. وعلى وقع تأكيدات المشاركين أن الأسد يسعى لتدمير مدينة حلب بالكامل عبر إلقاء البراميل المتفجرة من الطائرات من دون تمييز بين مدني وعسكري، شدد المجتمعون على أنه مهما طال الصراع فالشعب السوري هو الذي سينتصر في نهاية الأمر. في نشرة سوريا اليوم بعد الفاصل، اللاجئون السوريون في لبنان تجاوزوا 1,050,000. أهلا بكم من جديد ونعود إلى الميدانيات في سوريا. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم مركز حمال إعلامي مأمون أبو زيد. سيد أبو زيد مساء الخير. مساء النور سيدي. إذن بماذا يمكنك أن تتحدث عن المواجهات جديدها في حماة خصوصا وما هو مصير المصابين بالغازات السامة؟ نعم سيدي، يعني بداية بالنسبة للمعارك، المعارك هي على أشدها الآن في ريف حماة الشمالي وخصوصا على جبهة مدينة مورك التي تعد إحدى أهم الجبهات القتالية بين الجيش الحر وقوات النظام، ليست فقط على مستوى محافظة حماة إنما على مستوى سوريا ككل، لأن هذه الجبهة بعد سيطرة الجيش الحر وكتائب المعارضة عليها قطعت الأوتوستراد الدولي الواصل بين حماة وحلب، والآن قوات النظام تستميت لمحاولات إرجاع هذه المدينة لكي تعيد تفعيل هذا الطريق الدولي، وتجري الاشتباكات العنيفة وخصوصا على الجبهتين الجنوبية والشرقية من هذه المدينة. طبعا قوات النظام لم تترك وسيلة أو محاولة لكي تبعد الثور ورع عن هذه الجبهة إلا واستخدمتها، والآن نشاهد أن قوات النظام تستخدم الغازات السامة بشكل مكثف في ريف حماة الشمالي لتحاول من ضرب الحاضنة الشعبية للثوار للابتعاد عن مدينة عن جبهة مدينة موريك. اليوم تجدد هذا القصف بالغازات السامة على مدينة كفر زيتا للمرة الرابعة خلال هذا الأسبوع فقط، سقطت عدة حالات اختناق بهذه الغازات السامة التي رميت بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي على شرقي مدينة كفر زيتا، وتم نقلها إلى المشافي الميدانية لكي يتم معالجتها. طبعا كفر زيتا ليست وحدها التي تعرضت للغازات السامة خلال هذا الأسبوع، أيضا بلدة عطشان ومدينة اللطامنة وقرية زور الحيصة تعرضوا للغازات السامة التي يرميها الطيران المروحي على هذه المدن، وكل ذلك لمحاولة قوات النظام إبعاد الثوار عن جبهات القتال الدائرة مع قوات النظام لكي تعيد قوات النظام تفعيل إرسال أقتالها العسكرية من حماة باتجاه الشمال السوري. شكرا للمتحدث باسم مركز حماة الإعلامي مأمون أبو زيد. نشرت صحيفة الجارديان دراسة أكاديمية تشير إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية وسكايب وظفت لتجنيد جهاديين جدد وإبقائهم على تواصل واطلاع على تجارب الجهاديين في سوريا. المزيد من أخبار سوريا في الصحف نتابعه في هذا التقرير. ذكرت صحيفة الجارديان أن أكاديميين بريطانيين توصلا بعد دراسة استمرت نحو عام ونصف عام إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية وسكايب وظفت لتجنيد جهاديين جدد وإبقائهم على تواصل واطلاع على تجارب الجهاديين في سوريا عبر نشر أخبارهم والترويج للجهاد هناك، فضلا عن جعل هذه الوسائل طريقة لجمع تبرعات مالية.
وأحصت الصحيفة نحو 1900 مواطن من أوروبا ذهبوا للقتال في سوريا، من بينهم 296 من بلجيكا و249 من ألمانيا و412 من فرنسا و366 من بريطانيا. أعاد عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط التذكير بأن إيران هي من قرر ألا يسقط نظام الأسد، مضيفا أن الأمر على ما يبدو أشعل الشجار بين الأصدقاء، رغم أنه صحيح إلا أن فيه إهانة وإحراجا للأسد وجيشه، حيث نسب لمستشارة الرئيس السوري السيدة بثينة شعبان أن فضل النصر لجيش الأسد أي ليس لإيران أو حزب الله. وأضاف الكاتب أن للأسد أن يفرح بانتصاره بكسب الحرب الأهلية في سوريا، فهذه انتصارات مؤقتة ونهايتها ستكون مختلفة لأن حقائق الأرض أكبر من نتائج المعارك المؤقتة. اهتمت صحيفة اليوم السابع بقرار المحكمة البريطانية العليا بسجن رجل الأعمال السوري طريف الأخرس سنة كاملة بتهمة ازدراء المحكمة فيما يتعلق بانتهاك عقد في صفقة مع آرشر دانييلز ميدلاند لتوريد أغذية إلى سوريا. الأخرس الذي يمت بصلة قرابة لزوجة بشار الأسد لم يدفع 26 مليون دولار لشركة تجارة السلع الدولية مقابل توريد ذرة وفول سويا إلى سوريا عام 2011، مع أن المواد الغذائية شحنت إلى ميناء طرطوس على متن سفينتين بمقتضى 5 عقود منفصلة مع مجموعة طريف الأخرس، ودفع الأخرس المقيم في بيروت مليوني دولار من الدين في الآونة الأخيرة. تجاوز عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1 مليون بحسب مفوضية الأمم المتحدة المشرفة على متابعة شؤونهم الإنسانية. يقيم القسم الأكبر منهم في البقاع، فيما ينتظر نحو 50 ألفا تسجيلهم لدى المنظمة الدولية. أكثر من 1,014,000 وصل عدد اللاجئين السوريين في لبنان. هذا الرقم وثقته مفوضية الأمم المتحدة المشرفة على متابعة شؤونهم الإنسانية، وهو زاد 14,000 خلال الأسبوع الماضي فقط. وفي تقريرها الأسبوعي عن أبرز المستجدات في ملف اللاجئين، أشارت الأمم المتحدة إلى أنه ينتظر تسجيل 47,000. والتوزيعات الجديدة للأعداد الضخمة من اللاجئين المسجلين وغير المسجلين أظهرتها الأمم المتحدة كالآتي: محافظة البقاع احتضنت النسبة الأكبر من هذه الأعداد، عدد المسجلين رسميا وصل إلى نحو 329,000 لاجئ، فيما غير المسجلين بلغ نحو 21,000. محافظة الشمال أتت في المرتبة الثانية من حيث إيواء اللاجئين، حيث وصل عدد المسجلين منهم إلى ما يقارب 261,000 في مقابل نحو 7,000 ينتظرون التسجيل. أما بيروت وجبل لبنان فقد احتضناه نحو 254,000 مسجلين ونحو 17,000 غير مسجلين. سجل في جنوب لبنان ما يقارب 120,000 مقابل 2,500 لم تسجل أسماءهم بعد. شيعت مدينة بعلبك شرق لبنان التقني في قناة المنار حليم علاو الذي قضى مع المراسل حمزة الحاج حسن والمصور محمد منتش أثناء تغطيتهم الأحداث في معلولة سورية، وقد نقل جثمان علاو إلى مسقط رأسه الهرمل حيث ووري الثرى. في نشرة سوريا اليوم بعد الفاصل: أرضي الحبيبة مسرحية لندنية تجسد مأساة الشعب السوري. كيف سارت معركة صدى الأنفال لتحرير خان شيخون في ريف إدلب؟ التفاصيل في هذا التقرير الخاص. إنه علم النظام يرفرف بثقة فوق الحاجز، كان ذلك قبل أن تباغته قذيفة مدفعية إدلبية الصنع معلنة بدء التحرير. إنها إحدى جبهات معركة صدى الأنفال التي أعلن عن إطلاقها بالاشتراك بين الجيش الحر وكتائب إسلامية، والهدفة لتحرير مدينة خان شيخون في ريف إدلب. وتلك هي اللحظات الأولى للسيطرة على حاجز بوصلية جنوب المدينة وبدء عمليات التمشيط. الكرم الزيتوني اللي غرب حاجز أبو علاء مشطو في عساكر، هلا مشتبكين معه وفي عساكر مشطو يا نقيب مصطفى.
بعد فتح معركة الأنفال صدى الأنفال لتحرير خان شيخون قمنا بالتمهيد بالمدافع 106 والدبابات وقذائف الهاون على حاجز بصلية والحاجز المسبح، والحمد لله أكرمنا الله بفتحه في ساعة واحدة تقريبا، الحمد لله رب العالمين. سرعان ما تدخل طيران النظام وبدأ بقصف المدينة عشوائيا عقب تحرير الحاجز، لكن هذه المرة كانت مضادات الثوار متأهبة لصدها وإبعادها. بتحرير حاجز أبو صلية يكون النظام قد خسر 15 حاجزا وتجمعا عسكريا في محيط خان شيخون، ولم يتبقى له سوى 5 نقاط تمركز الآن، أهمها حاجز الخزانات وحاجز السلام، والتي يؤكد الثوار أنهم ماضون للسيطرة عليها خلال فترة قصيرة. وهذا حاجز بوصلية بعد دكه نهارين متتاليين، والحمد لله رب العالمين تمشيط كامل هو والمنطقة كلياتها، وإن شاء الله بعد أيام قليلة سنعلمكم عن تحرير خان شيخون بالكامل إن شاء الله. هزائم متلاحقة تمنى بها قوات نظام في ريف إدلب، بينما يستمر هؤلاء الثوار في التقدم لتحرير ما تبقى من مواقع منهكة، لتكون خان شيخون محطة لتحرير كامل أراضي إدلب. أرضي الحبيبة مسرحية في لندن تجسد مأساة الشعب السوري من جراء الحرب، تلعب فيها ممثلة ألمانية سورية الأصل منفردة المسرحية كاملة. المأساة الإنسانية المستمرة في سوريا جسدتها الممثلة الألمانية السورية الأب كورين جابر على الخشبة في محاولة لاستكشاف بعض جوانب محنة ما يزيد عن 2 مليون لاجئ سوري شردتهم الحرب، والعرض المسرحي تؤديه وحدها تحت عنوان أرضي الحبيبة. أردت أن أفعل شيئا عن سوريا لأني نصف سورية، لكن هذا ليس السبب الوحيد. أحسست بالحاجة إلى فعل شيء، أن نتحدث عن هذا الأمر بطريقة مختلفة، أولا طريقة مسرحية، وثانيا طريقة تبعدنا عن أن نكون مجرد متفرجين على قصص الرعب على اليوتيوب وفي الصحف. لذا أردت أن أجري بحثا عما يتعرض له الناس وكيفية تعامل البشر مثلنا مع الأمر، وكيف يناضلون للبقاء على قيد الحياة ما تبقى من الحياة. وتجسد المسرحية قصة امرأة أحد والديها من سوريا مثل كورين جابر ترتبط بعلاقة عاطفية مع ناشط سوري، فتبدأ إعادة التواصل مع جذورها وتقضي وقتا طويلا في رواية قصص بعض السوريين الذين صاروا لاجئين خارج بلدهم أثناء انشغالها بإعداد الكبة الشامية في مطبخها. العرض فيه الاختلاف الذي كنا نبحث عنه بين الرعب والأهوال في سوريا وبين متعة الطهي. وكانت جابر شاركت بأعمال فرقة شكسبير الملكية في لندن وفازت بجائزة موليير الفرنسية المرموقة على مجمل أعمالها في المسرح في فرنسا، وتعرض المسرحية على مدى 4 أسابيع حتى 3 أيار المقبل على مسرح يانج فيك في لندن. في آخر خبر ورد قبل قليل أن كتائب الثوار تصدت لمحاولة قوات الأسد اقتحام أحياء حمص القديمة من خلال 3 محاور وقتلت 7 من الشبيحة، فيما خسرت 4 من مقاتليها. والآن تذكير بعناوين النشرة. أنباء متضاربة عن تقدم قوات النظام على جبهات حمص القديمة، والشبيحة يقصفون بالغازات السامة الأحياء السكنية في حماه. مساع في مجلس الأمن لإحالة ملف تعذيب المعتقلين في سوريا إلى الجنائية الدولية، وخشية من عرقلة الخطوة بالبيت الروسي. الجارديان تقول دراسة أكاديمية تؤكد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية وسكايب في تجنيد الجهاديين إلى سوريا. إلى هنا تنتهي هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء إن شاء الله.